احنا بنصنع حلويات اطفال، ميلي، مصاصات، جامي، جيلي، كولا، لوليتا. بنصنع كذا منتج حلويات، واحنا اجدد منتج عندنا المارشميلو، بنعمل منه احجام كتيره، وبنستهدف ان شاء الله عن طريق المعرض ان احنا نكون موجودين في السوق المصري بصوره اكبر ان شاء الله. ده احدث منتج عندنا، هو 150 جرام عاملين مارشميلو مظبوط، وعاملين منه احجام كتيره ان شاء الله يعني تعجبكم. وطبعا احنا معظم شغلنا بالوان طبيعيه، لان طبعا المنتجات بتاعتنا بتبقى مستهدفه الاطفال، فدي بتبقى حاجه اثيكال يعني ان احنا نهتم الاطفال طبعا وندي لهم حاجه ما تاذيهمش ان شاء الله. موجودين حاليا في 21 دوله، دول مختلفه، في افريقيا، موجودين في الجابون، موجودين في تونس، موجودين في السودان، ده في افريقيا. عندنا في معظم الوطن العربي موجودين، في اليمن، الكويت، معظم الدول، سريلانكا، عندنا كذا دوله الحمد لله.